اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وتشكيلة لبس العيد من الهرم بلازا طريق الملك عبد الله. طبعا الهرم بلازا ليه اكتر من فرع في مدينة الرياض، شوفوا الفرع اللي قريب ليكم وان شاء الله هتلاقوا نفس التشكيلة. شايفين ما شاء الله قسم النسائي فيه حاجات كده ابداع تحفة. شايفين اول حاجة كده قابلتني ولا اللي بعدها، كمان في تخفيضات حلوة جدا هنشوفها داخل الفيديو في القسم النسائي، في حاجات تحفة تحفة للبيت. بس خلينا الاول كده نشوف التشكيلة اللي هي ايه تنفع للعيد. طبعا الاسعار متفاوتة، يعني هتلاقي من 200 وفوق ال 200 كمان، اللي هتلاقي لحد 110 102 115 104 هتلاقي 68. الاسعار مختلفة على حسب القطعة كده اللي انت مختاراها وعلى حسب خامتها وكده. يعني هنا تقريبا على 149 في منها لون تاني تحفة بصراحة عجبتني. يعني انا جايبه من حسين طوبقاب الدرجه اللي هي اللي قبل دي 149، يعني نفس الدرجه دي اللي قدامكم، حاجه حلوه كده. الالوان دي يعني تحسيها موضه السنه دي، برضو دي حلوه قوي قوي عجبتني. جمالها يبان في اللبس يا جماعه على فكره. شايفين هي من فوق اضيق من تحت، يعني هي نازله على واسع، هتبقى حلوه راقيه جدا. بس في حاجات كده مش بتظهر غير في اللبس، وفي حاجات تفكري ان هي حلوه لكن بتروحي تلبسيها تلاقيها لا مش ماشيه معاكي خالص. ف يعني لازم تجربوا الحاجه الاول، ما تديش كده يعني انطباع غير لما تشوفي الحاجه وتشوفي عليكي يعني في اللبس. برضو الموديلات اللي هنا حلوه جدا، شايفين من الخلف لون ومن قدام لون، فبرضو حلوين يعني تشكيلة حلوة بصراحة، كلها حاجات راقية كده وشيك تحفة. اه هو اللون ده اللي انا واخداه، اللون ده انا بحبه. اه برضو دي تحفة جميلة جميلة وليها تلبيسة يا جماعة. سعرها حلو 98، سعرها حلو، ليها تلبيسة من تحت، متلاقوش يعني ان هي خفيفة لا. في العبايات السوداء عندهم عبايات سوداء خطيره والخامات تحفه. الستاند اللي قدامكم كل ده مخفض، يعني اللي قدامكم دي كده مخفضه ب 110. انا عارفه ان ممكن يبقى سعرها غالي لبعض الناس، لكن حاجه زي كده ممكن تكون كان سعرها 157، لان بجد الخامات تحفه تحفه. يعني هو مخفض بس فوق ال 100، بس الخامات حلوه. برضو عندهم تشكيلة من الأحذية حلوة قوي، بنوتاتي وولادي. بصراحة الهرم بلازا النهاردة أنا كنت راح أشتري لبس العيد للولاد، فلما فكرت إن أنا أشتري يعني قلت حسيت كده إنه لا، الهرم بلازا هو اللي ممكن يبقى فيه التشكيلة الأكبر. الهرم التجاري تحس إن هو مش بيغير في الموديلات كل سنة نفس الستايل، وكمان التخفيضات عنده ما بقتش قوي، لكن الهرم بلازا في حاجات حلوة، لا في حاجات حلوة وفي عروض حلوة كمان. على 25 التشكيلة اللي قدامكم دي كده على 25. على 25 مقاسات مختلفة. اه في حاجات حلوة جدا للبيت عليها عرض خاص، ده اول ما شفته كده خطفني، جميل جميل، على تقريبا 34 36 حاجة زي كده. في اسعار تانية مختلفة، في 28 وفي 25 وفي لحد 12 ريال في الحاجات المخفضة، هتشوفوا معي 34 تقريبا. بس الخامات حلوة حلوة، حاجة للبيت كده باردة وحلوة وشيك كمان، والالوان حلوة. 34 اه، وده 34. اهم حاجة يا جماعة الخامة، الخامة حلوة بجد. اللي في الاول كان قط، اما هنا بنص كم. هنا على 23 ريال ستاند كبير، على 23 ريال في حاجات حلوة حلوة وخامتها حلوة جدا على 23 للبيت. يعني الستاند ده كله كده قمصان بيتي على 23. الوان حلوة
برضو ده حلو، في مقاسات مختلفة على 23، في ستاندات تانية على 25، وفي ستاندات على 28، كلهم احلى من بعض، بس طبعا على حسب الحاجة اللي هتعجبك. عايزة اقولك بالنسبة للعباية دي مقاسات فيها هتلاقي 4 اكس، 5 اكس، 6 اكس، بس خامتها تحفة. مش الخامات اللي هي بتكش، لا ما تلاقيش منها خالص، حلوة. فبرضو تحفة دي، هادية كده اللي هي البيضة دي في الكروات، حلوة. كل ده مخفض على 28، هنا على 28. المقاسات على فكرة متوفرة، يعني هتلاقي الميديم وهتلاقي الاكس وهتلاقي الاتنين اكس وكده، على 12 ريال. قمصان بيتي على 12 ريال، بس اللي هي الميد على 28. شايفين الجمال؟ يعني تحسي هي طويلة ما شاء الله. لا يعني الكاميرا مش موضحاها، حطيتها على الستاند عشان تشوفوها احسن. 28 برضو دي ب 28، حلوة خامتها، حلوة قوي قوي دي، على 12 ريال، بجامات على 12 ريال. بس للأمانة مش اللي هي القماشة الباردة، يعني أحسها شوية تحرحر، لكن في أسعار ب 12 ريال. يعني يعني في، بس يا جماعة يعني كل واحد بيبقى ورأيه، يعني في اللي ما يناسبكيش يناسب غيرك، صح؟ خلينا ننزل بقى عند البنات. 65، أسعار طبعا مختلفة، مستحيل ان انا اقدر اقولك كل الأسعار، بس تاخدي فكرة هناك. لكن في بصراحة تشكيلة حلوة قوي قوي. لسه الجاية احلى، 52. طبعا الموديلات هتلاقي كل موديل يعني هتلاقي منه مقاسات مختلفة، هتلاقي مثلا من 2 لـ 6، وهتلاقي من 6 لـ 12. في استندات مخصصة للسن المحير، اللي هو مثلا من 12 سنة و14 و18 لحد 22 سنة، هتلاقي مصوراه برضو، هتلاقوه في الفيديو. تسعة وخمسين حلو برضو، أسعار 59 و65 في الفترة دي اللي هي يعني قبل العيد على طول، أسعار حلوة. تسعة وسبعين بس حلو، تحفة تحفة، ألوانه حلوة. برضو هنا في الستاند ده في شوية فساتين حلوين، في منه مقاسات كبيرة، واللون ده ده المقاس اللي هو الكبير. لا لسه السن المحير زي ما قلت لكم، مصوره لكم مخصوص. يعني بالنسبه برضو للاحذيه التشكيله هناك تحفه، يعني نسائي واطفال كل حاجه. بس انت عارفه بصور على قد ما اقدر، الفتره اللي فاتت اصلا ما كنتش قادره ان انا اصور خالص. ده تحفه قوي برضو، ده جميل هادي. بسبب ان انا استعجلت ان انا دوست على رجلي وكده، فبصراحه ان هي يعني ما تحسنتش، انها رجعت لورا، فما قدرتش خالص الفتره اللي فاتت ان انا ادوس عليها واصور لكم. برضو لما نزلت النهارده حاولت ان انا يعني اصور، بس في نفس الوقت ما تعبهاش. انتوا عارفين العزال مع شغل رمضان، فتلاقي مش عايزه تخف رجلي، مش عايزه تخف خالص، الحمد لله. برضو من الفساتين الحلوه اللي عجبتني، بصراحة هو غالي، 124، بس حلو حلو بصراحة. ألوانه برضو حلوة، مقاساته متوفرة، صغير وكبير، وصغير وكبير ب 124 على فكرة، بس من الحاجات الحلوة اللي علقت معايا. برضو ده حلو.
الفساتين الحلوة اللي يعني بتدي بنوتك سنها، مش بتلاقي فساتين بتحسي ان في مدام صغيرة واقفة جنبك بجد والله. مش عارفة هما بيفكروا ازاي، او اللون اللي هو الروز ده حلو مش عارفة وده تحفة يعني. هو في كام فستان كده بصراحة كانوا معلقين معايا، مش عارفة بيفكروا ازاي لما بيعملوا من خامة ما تلبسهاش غير مدام كبيرة يعملوا منها فستان صغير، لكن بيبقى في حاجات حلوة كده للطفولة نفسها يعني. حلو حلو جميل يعني. شوفوا كده يعني فستان أميرات جميل حلو في اللبس يعني. ما عجبتنيش الحتة البني اللي فوق دي، انتوا عارفين اللي هو النص البني اللي فوق اللي عدى ده من الفستان اللي عدى ده سن كبير اهو اللي هنا ده. انتوا عارفين الخامة دي اصلا او النقشة دي نفسها لأمهاتنا احنا يعني الجدة، فانت بتروحوا تحطوها لطفلة ازاي يعني. الولادي هناك يعني مش ما صورتش، بس شفت لكم الاسعار يعني، جبت لكم حاجة بسيطة كده على قد بس الاستندات اللي انا وقفت عندها يعني، من 37 فما فوق. شايفين سن محير 68 تحفة. انا كنت بدور على مقاس كبير ليا من ده بس ما لقيتش فوق في النسائي. 79 65 برضو اسعار حلوة في السن المحير حلو تقريبا ده. 149 يعني هتلاقوا برضو الاسعار مختلفة يعني، ممكن تلاقي شايفة 68 ممكن تلاقي 149 يعني. في اسعار حلوة ومتهودة، والفستان حلو حلو جدا كمان، و يعني في كده وكده. فطبعا كده كده ايه اللي هيشتري هيتفرج وهيشوف اللي هيناسبه، بس ان انا بجيب لكم فكرة عن الحاجة اللي موجودة دلوقتي. خطير ده، حلو برضو تحضر بيه مناسبة. ب52 ده تقريبا. تشكيلة كبيرة كبيرة جدا جدا يعني، تقعدي بقى تتفرجي ما شاء الله. في الاول طبعا قبل فترة العيد او في الايام العادية اللي كنت بصور فيه، كان الاستندات اللي قدامكم دي كان بيبقى دايما مكتوب عليها عرض خاص. مفيش دلوقتي. العرض الخاص اكتر موجود عند النساء فوق، اما في البناتي والاولاد لا. تقريبا ده على 37، ده على 37 بس حلو خامته حلوة. في هنا عرض خاص على 14 و13. طب ليه؟ طب ما انا اروح اجيب قطعتين، هو قطعة واحدة بس، ربما برضو حد يكون محتاج على بنطلون جينز ويمشي الحال فانا صورته. بس ممكن تجيبي قطعتين من توب سنتر هتلاقي برضو بنفس السعر، كنت مصورة لكم قبل كده يعني. تجيبي قطعتين مع بعض على 15، تجيبي قطعتين ب20، وبيبقى فيه بنطلون جينز وكده. لكن تيشرت لوحده اخده ب28، اخده ب14 يعني، الا المضطر بقى زي ما بقول لكم على بنطلون جينز ومشي الحال. في تيشرتات رجالي خامتها حلوه حلوه جدا كمان على 17 وعلى 12. في الاطقم دي زي ما احنا شايفين كده تقريبا، بس جودتها حلوه جدا تقريبا 65، 66، وده برضو حلو قوي.